الواحد عصاية والتين المتنية والتلاتة مسنمة والأربعة بترقص الخمسة دويرة والستة زعلانة والسبعة بتشكر الله التامنية بتصلي والتسعة بتضرب سلام والعشرة بتضرب طابة. تعالوا شوفوا الرمزون، هذا الرمزون بيكون بالشارع. في عنا هون إشارة حمراء بتقول للسيارة قف، وإشارة صفراء بتقول للسيارة استعد، والإشارة الخضراء بتقول له امشي. يعني في بالرمزون ثلاث ألوان، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. اليوم درسنا عن رقم ثلاثة. درسنا اليوم رقم ثلاثة، في إله ثلاث أسنان، واحد اثنين ثلاثة. رقمنا رقم ثلاثة. يلا نشوف المجموعة. في عندي جوا المجموعة، شايفين المجموعة شكلها شكل مثلث. شوفوا البندورة اللي جوا المجموعة. يلا نعد العناصر اللي جوا. واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. بدي اكتب هون رقم، ايش هو هذا الرقم؟ رقم ثلاثة. طيب يلا نشوف المجموعة الثانية فاضية. هون المجموعة هذه فاضية، بس في تحت مكتوب رمز، مكتوب رقم، وهذا الرقم هو اللي له ثلاث أسنان، إذا هذا رقم ثلاثة. يلا أحط عناصر جوا المجموعة. واحد اثنين ثلاثة. كمان مرة نعد. واحد اثنين ثلاثة. رقمنا اليوم رقم ثلاثة.